الحياة حلوة. إذا ما بيعرف إنه الحياة حلوة بكون ما بيعرف شيء بالحياة. بحب الحياة، بحس الحياة بتحبني، مخليتني ألايف. اليوم أنا ما بس عمري 77 بس بحس 33. أنا بعت حالي إنه أنا إنسان بدون أي مشاكل بالحياة. عن جد بتحجبوا كله، كيف يعني ما عندك مشاكل؟ إيه ما عندي مشاكل. وقت بصال المشكل عندي كذا حل له، شوفه جاي بحس فيه بسحله. علمونا بالكاراتيه زيح روح الضربة على الفاضي. يعني مرتي ولادي وأصحابي كلهم بيقولوا لي عجيب أنت عندك هالبيس، إنر بيس، السلام الداخلي. هو هذا اللي بخليني أقلب الأشياء من سلبي لإيجابي. أنا وقت بحس حالي بدي غني بغني. بالمكتب كون في شيء هيك معقد بقلب الورق، بحط ميوزيك وبرقص، بقلط قلم ورقة بخركش، شو ما يطلع معي قصة عظيمة. خلقت شيء بوقت كان إحساسي مرهق. صار لي تقريبا شيء 25 سنة بعمل بابا نويل، بعمل سانتا كلوز. صرت وقت لفوت وبسمع صريخ وسقيف وضحك الأولاد، كل حركة كل تطليعة كل عيون ولد عم بيطلع فيه هيك بغرام، بعده محبة بشوفها وجاههم، الضحكة بعيونهم، هالأشياء كلها هي تخليني أحس إنه أنا محبة، شيء أعطيها أقدمها، أنا بسمة حلوة بدي أحطها على أولاد وعلى الناس اللي عاوزين هالبسمة، إن كان طفل أو أهل أو جد. أنا بنصح كل شخص مارق بصعوبات، أول شغلة يقوي إيمانه بالخالق، ثاني شغلة يطلع بالمراية يقوي إيمانه بحاله. طلع بالمراية يقول له مايك أنت عظيم، أنت مهم، أنت ما في شي بيقف قدامك، أنت بتفوت بالصخر بتطلع من تاني ميلة. بيقوي معنوية حاله وبيطلع بينزل على الحياة، على الماركت بليس بسميه أنا، على السوق، وبينزل قبضاي ما فارق معه حدا، وبيشتغل وبشيل لقمة من تحت الأرض.